إزالة الماء تبر تخرج بسرعة وأنا في الواجهة، يعني تلاطم الأمواج أو التقاء الأمواج بخروج الماية الجزر، ماية الجزر والأمواج طبعا يسوي له يعني دوامة تصادم، يعني خلاص الأمواج تقف عند هذا الحد. شوف كيف، مع أن البحر ما فيه أمواج، شيء قليل هذه يعني الأمواج اللي مال التراريد وهذا اللنجات، شيء بسيط تتلاقى مع الماية، ماية الثبر تصدم. يعني لما نحن نقول ماية بمعنى تيار، ماية الثبر أو ماية السجي، الماية بمعنى تيار، نقول الماية حامية، الماية حامية أي تيار قوي. هذا شوف، شوف خروج الماء، شوف كيف مسوي.